in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حديثنا حيكون عن الملتحمة. هنحكي عن تشريح الملتحمة، الوظائف الفيزيولوجية للملتحمة، والتهاب الملتحمة. الملتحمة هي عبارة عن غشاء مخاطي مغطي للعين، هو بيشبه البطانة لأنه عم يلحم كرة العين بالجفنين. تتكون الملتحمة من 5 أجزاء: الملتحمة الجفنية وهو الجزء الملتصق بالأجفان، الملتحمة البصلية وهو الجزء الملتصق بالصلبة ويصل إلى الحوف. الحوف هي المنطقة الوصل بين القرنية والملتحمة. القبو هو الجزء بين الملتحمة الجفنية والملتحمة البصلية. الثانية الهلالية هي طية صغيرة من الملتحمة بشكل هلالي، تسمى بالجفن الثالث عند الحيوانات الأخرى وتعتبر غنية بالخلايا الكأسية. وأخيرا اللحيمة. صفات الملتحمة هي غشاء رقيق نصف نفوذ موعى بشدة ومرنة جدا بحيث تسمح للعين بالحركة. أما نسيجيا فهي تتكون من ظهارة مخاطية مطبقة غير متقرنة غنية بخلايا كأسية، والأدمين هي غنية بالغدد مع وجود غدد ملحقة مثل غدد كراوس وولفرينج، وبتفرز مكونات أساسية بتشكيل الدم. نجي للقسم الثاني واللي هو الوظائف الفيزيولوجية. إلى مجموعة الوظائف الفيزيولوجية حنلخصها ب A B C D E. A أدينويد لاير، فالطبقة الغدتية بتفرز بروتينات مضادة للجراثيم مثل اللايزوزايم وبروتينات تدخل بتشكيل الدمع، بالإضافة لأنها بتحوي على استجابة مناعية خلطية وخلوية وتشكل الضاد. بلادي موعى بشكل كبير فهي عم تأمن للتغذية. كولينج and continuous washing فهي عم تعمل لتبريد للعين وعم تعمل لغسيل مستمر لها. ديفتيريويد and other normal flora حيث أنها بتحوي على جراثيم متعايشة وفلورا طبيعية بتمنع نمو جراثيم أخرى. اي إبيثيليوم فالزهرة بتعمل بشكل حاجز ميكانيكي. هيك ما خلصنا من الأساسيات. نجي على التهاب الملتحمة. التهاب الملتحمة له أسباب كتيرة وبيصنف لا التهاب خمجي، فيروسي وجرثومي، التهابات ترضية وتخريشية، التهابات تحسسية. كل أنواع التهابات الملتحمة بيشتركوا بعديد من الأعراض والعلامات. طبعاً درجة حدوثها بتفاوت بين نوع وآخر، ففي عنا أنواع من الالتهابات إلها علامات وأعراض معينة ومميزة أكثر من غيرها. بشكل عام الأعراض بتتلخص ب 4 ديس. أولاً discharge أو وجود مفرزات. هاي المفرزات عم تكون مائية بالالتهابات الفيروسية والتحسسية، مخاطية قيحية بالالتهابات الجرثومية الحادة والتراكوما، قيحية بالالتهاب الجرثومي الحاد، ودموي بالردود الدفتيريا. discomfort المقصود فيها الإحساس بالإنزعاج، عدم الراحة والحك. disfiguring المقصود فيها أن يصير في عنا إحمرار بالعين ووزمة بالعين. disturbance في عنا تشويش، فبصير في عنا رؤية ضبابية. أما بالنسبة للعلامات فهنين 10 علامات. مفرزات عينية، هاي المفرزات مثل ما قلنا ممكن تكون عرض وممكن تكون علامة. وزمة جفن ووزمة عينية، احتقان بالملتحمة وإحمراره، نزوف سطحية، هاي النزوف تتشاهد بالأدينوفيروس وإنتيروفيروس. تشكل أغشية حقيقية وكاذبة، من فرق بيناتهم إنه الأغشية الكاذبة ممكن نشيلها بسهولة وبطلع تحتها سطح أحمر، أما الأغشية الحقيقية فما بنقدر نشيلها وإذا شلناها فبصير في عنا نزف بالملتحمة. تشكل جريبات وهي عبارة عن تشكلات لمفاوية غير موعاة بالطبقة الغدية بتصير بالتهابات المزمنة. تشكل حليمات، تندبات وتكلسات. هيك منكم أخذنا لمحة سريعة عن التهابات الملتحمة. خلينا نتابع الفيديو الجاي لنحكي بالتفصيل أكثر.